الله يسلمك يا حبيبي. حاسه اني جايه من العراق. أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب عن أسفها لسوء فهم عبارة حاسة إني جاية من العراق التي ردت بها على ترحيب الجمهور بها خلال حفل رأس السنة الذي أقيم في دبي. شيرين في بيان أصدرته اليوم السبت قالت تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أسفها لفهم عبارة ردت بها عفوية على عبارات ترحيب الجمهور بها الحمد لله على السلامة من عدد من أفراد جمهورها حضر حفل غنائي أحيته مؤخرا، ولم تكن تقصد بما قالته إساءة لشعب العراق، حيث كان مقصدها ترديد عبارة درج المصريون على توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب محملين بالخير من أرض العراق. وتابعت تؤكد الفنانة شيرين أن محبتها لجمهورها من أهل العراق كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وإن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مردود فهم مغلوط لعبارتها وخرج عن سياقها. وفي ختام بيانها أكدت الفنانة أملها أن تلتقي بجمهورها في العراق في فرصة قريبة لتجديد محبتها وتقديرها لشعب العراق التي يتمتع بمكانة خاصة في قلبها. يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من حفلها في دبي وهي تردد حاسة إني جاية من العراق على ترحيب الحضور بعبارة حمد الله على السلامة.